فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوجين تأخير الحمل بأن تأخذ الزوجة حبوبا إذا كان الحمل كل عام يشق عليها وتتعبها التربية، أو كان ذلك بسبب فقرهما؟ فهل يجوز هذا؟ سبب فقرهما لا، إذا كان سبب تأثر على الصحة، على صحة المرأة، قرر الأطباء أن تتابع الحمل يضر بصحة المرأة فلا بأس أن تتناول ما يؤخر الحمل عنها حتى تستعد لاستقبال الحمل، هذا راجع لتقرير الأطباء. أما أن تأخذ ما يمنع الحمل خوفا من الفقر، هذا فعل أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر، لا يجوز هذا، يحسنون الظن بالله، والله ما يخلق نفس إلا ويخلق لها رزقها ويسر لها رزقها، وكثرة النسل سبب لكثرة الرزق، كثرة النسل سبب لقوة الأمة، قوة الأمة وكثرة الأمة وكثرة الإنتاج للمجتمع، النسل فيه خيرات كثيرة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.